طريقة اختيار المحافظين والنظام الانتخابي، أبرز المواد الخلافية بقانون الإدارة المحلية الجديد، النظام الانتخابي وعدد أعضاء المجالس المحلية وطريقة اختيار المحافظين والمجتمعات العمرانية الجديدة والمجلس الأعلى للإدارة المحلية. كانت هذه هي أبرز النقاط الخلافية بمشروع قانون الإدارة المحلية الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في دور الانعقاد الماضي، ويستعد البرلمان لمناقشته وإقراره بالجلسات العامة بدور الانعقاد المقبل المقرر بدءه في أكتوبر القادم، تمهيدا للبدء في إجراء انتخابات المحليات. ورغم اتفاق أغلب نواب البرلمان على أهمية قانون الإدارة المحلية وضرورة الإسراع في إقراره وتشكيل المجالس المحلية للانتهاء من الاستحقاق الثالث بخارطة الطريق، إلا أن تلك النقاط الخلافية تثير جدلاً داخل البرلمان. ويأتي النظام الانتخابي بانتخابات المحليات على رأس قائمة المواد الخلافية، حيث يطالب البعض باعتماد النظام الفردي، واعتبروا أن ذلك هو النظام الوحيد المحمي من شبهة عدم الدستورية. وفي الوقت ذاته يتمسك البعض الآخر باعتماد نظام القوائم ما بين القوائم المغلقة أو النسبية، مؤكدين أنها تتفق مع ما ألزمه الدستور من تمثيل فئات محددة بالمحليات. ويأتي ذلك في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون المقدم من الحكومة على اعتماد نظام مختلط يجمع ما بين 75% قائمة و 25% فردي. أيضا تأتي المواد المتعلقة بعدد أعضاء المجالس المحلية ضمن المواد الخلافية، حيث نص مشروع قانون الحكومة على تشكيل المجلس بالقرية أو المدينة من 8 أعضاء، في حين اعترض عدد من النواب ليطالبوا بزيادة هذا العدد بحجة أن توسيع قاعدة المحليات يعزز من فرص تمثيل الشباب، وهو ما أكد عليه الدستور الذي نزل بسن الترشح للمحليات إلى سن 21 عام. وأيضا تعتبر طريقة اختيار المحافظين إحدى النقاط الخلافية، حيث نص مشروع القانون على اختيارهم بنظام التعيين، في حين يرى البعض أنه لا يجوز بعد أن منحنا الدستور حق انتخاب المحافظين أن نتنازل عنه، مؤكدين أن الدستور نص لأول مرة في تاريخ مصر نصا في المادة 179 أن القانون ينظم شروطا وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم، ما يعني أن من حقنا انتخاب المحافظين. نشوى عبد العاطي، مساء دريم.